جديده اللي غادي ان شاء الله نقدموها لكم رفقه الدكتور ديالنا عماد ميزاب، دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي التداوي بالاعشاب. اليوم غادي نتكلموا معكم على الشمش، على الشميشه. الشميشه صيف صيف اكيد كثير من الناس اللي غادي يتبحروا، غادي نقصطوا الشواطئ، غادي نقضيوا ايام وساعات طويله في الشمش. فكيفاش ناخذوا من الشمش كل الامور اللي هي صحيه ومفيده للجسم ديالنا، ولكن في نفس الوقت كيفاش نحميو الجسم، كيفاش نحميو الوليدات، كيفاش نحميو الصحه ديالنا من اشعه الشمس المضره. غادي نتكلموا معكم على مجموعه ديال النقاط اللي هناك نقاط كنعرفوها، ربما هناك نقاط كتغيب علينا، ولكن غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا بكل ذكاء وافاده مع الشمس. صباح النور دكتور عماد، اهلا بك معنا في حصه جديده. صباح الخير وصباح الشميشه وصباح الابتسامه والطاقه الايجابيه، وكنتمنوا دائما نطلعوا عليكم باطلاله اللي تكونوا فيها بخير وعلى خير في الصحه ديالكم في الجمال ديالكم. ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء هذا الاخوي، واكيد اليوم غنكتشفوا امور جديده وغنكتشفوا كذلك ولاول مره ان هنالك بعض الناس اللي كتاخذ بعض الادويه كيمكن كذلك الشمس تكون بالنسبه بليهم ضارة، إذن كيفاش يحميوا راسهم. غنشوفوا كيفاش نستعملوا مواد طبيعية آمنة وبسيطة، كيفاش نستفدوا من أشعة الشمس ونستفدوا من الخيرات ديال الشمس، وكذلك كيفاش نحميوا راسنا نقدروا نقولوا حتى 100% من أشعة الشمس الضارة. هادشي اللي غنشوفوا مع بعضياتنا اليوم إن شاء الله. هاد الصباح إذن غادي نتكلموا معكم على الشمس، لو سولي، على لي زوفي، لي زولترا فيولي، هاد الاشعه ما فوق بنفسجيه اللي كنبحثوا عليها. هناك طبعا ناس كثار اللي كيبغيو ياخذوا واحد اللون ذهبي ويتبرونزا ويتشمشوا في الصيف، ولكن هناك ناس كثار اللي كيهربوا من اشعه الشمس. فالشمس ما بين كل ما هو صحي ومفيد وكل ما هو مضر وخطير، غادي ان شاء الله اليوم نتكلموا عليها رفقه الدكتور عماد ميزاب، دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي التداوي بالاعشاب. مرحبا بكم معنا عبر لايف الان، غادي تتبعوه ايضا على الحساب الرسمي ديالي الانستغرام سناء الزعيم اوفيسيال. واذا عندكم سؤال مرحبا بكم 0522 77 24 24. دكتور عماد كنهضروا على الشمس، فشنو هي اهميه الشمس؟ بغيت نذكر ايضا بالرقم الهاتف ديالنا المباشر اللي بغى يتواصل معنا، طبعا مرحبا بكم 05 22 77 24 24. إلا كنتوا كتبحثوا مثلا على واحد الخلطات ديال البرونزاج، كاين كنعرفوا مجموعة هاد الخلطات اللي غادي نتكلموا عليها، اللي كيكون فيها الحنة، زيت أرغان، مجموعة هاد الأمور. فاليوم غادي نشوفوا ما بين كل ما هو صحي وكل ما هو يقدر يكون خطير على الصحة، كيفاش نستفدوا من الشمس بشكل مفيد للصحة. هذا هو موضوعنا اليوم. إلا عندكم تعليق اكتبوه لنا، إلا عندكم سؤال، إلا بغيتوا تتصلوا بنا الآن مباشرة مرحبا بكم 05 22 77 24 24. دكتور عماد، ملي كنقولوا الشمس هذه العامين أو ثلاث سنين الأخرى فهمنا كثير أهمية الشمس، لأنه فهمنا أنه باش الإنسان يكون بصحة جيدة وتكون مناعة ديالو قوية محتاج الفيتامين دي. والمصدر الوحيد والأساسي اللي تقوية وتزويد الجسم بالفيتامين دي اللي كتنقص فيه هي الشميشة. هي الشميشة. إذن اليوم غادي نعرفوا أسرار الشمس وما أهمية تعرض الإنسان لأشعة الشمس. نعم بالفعل. فأول حاجة بدأ أشعة الشمس هي احنا درنا على الطاقة الإيجابية، وهي الطاقة المحركة للجسم كامل، لأن إلا ما كانت أشعة الشمس اللي هي من غير الفيتامين دي ومن غير هذه المكونات اللي كتكون مهمة ومن غير هذه الفائدة ديالها في نطاق الفيتامينات، فجميع التفاعلات اللي كتكون عندنا في الداس ديالنا كتكون أشعة الشمس كتدخل فيها. التفاعلات البيولوجية سواء اللي كتكون عندنا فوق البشرة ديالنا، سواء التفاعلات اللي كتكون داخل الجسم ديالنا، فضروري من أشعة الشمس. هذه مسألة بدون نقاش. أشعة الشمس كذلك الدور ديالها هو التنشيط ديال الجسم. إلا هضرنا على التنشيط ديال الجسم فهو التنشيط ديال الدورة الدموية، هو التنشيط ديال الغدة الدرقية اللي هي أساس أو هي داك اللاباتخية، وهي داك كما كنقولوا حنا البطارية اللي كتحرك لينا الداس ديالنا كاملة. وأشعة الشمس هي المحرك الأساسي اللي كيخلي الإنسان أنه
كيقاوم الخمول كيقاوم العياء ولكن الى استفد منها بواحد الطريقه سليمه. اشعه الشمس فيها اشعه مفيده جدا وفيها اشعه اللي هي كتكون اشعه ضاره. اشعه ضاره اللي تكتشفات اللي هي لو في بي لو ترافيولي او اشعه فوق البنفسجيه بي و ا. شنو هما البي و ا؟ وكاين حتى السي. اذا البي شنو كدير؟ البي هي واحد الاشعه فوق البنفسجيه اللي كتكون ضاره اللي كتمشي على السطح ديال الجلد ديالنا وكيمكن لها انها تقيس لنا الميلانوسيت او هي الخلايا اللي كتفرز لنا الميلانين. وهنا الا كانت كتعطى بواحد التركيز كبير كيمكن تعطينا واحد الاتلاف ديال هاد الخلايا. وداك الشيء باش الانسان كيولي عنده واحد البقع داكنه في بعض الحالات كتولي بقع سوداء اللي ما كتبقاش كتحيد واللي الانسان كيبدا كيخلط ما بينها وما بين الفطريات ما بين البهك. فهنا كيكون عندنا هاد المشكل هذا. كاين لي زو في ا اللي كيمشيو اعمق كيهبطوا لينا الطبقه الوسطى ديال البشره ديالنا وهنا كيتم الاتلاف ديال الكولاجين. اذا هاد لي زو في ا هي اشعه مسرعه للشيخوخه. اذا ان البشره ديالنا كتولي كيجيها واحد الشيخوخه سريعه. علاش؟ لانها كتمشي مباشره وكتقص لينا الكولاجين. واللي في سي كتمشي اعمق واعمق وهنا كتولي عندنا ضرر في الخلايا والطبقات اللي كتكون اكثر يعني اللي كتكون في الطبقه الثالثه وكتكون عميقه. وهنا كيولي الاتلاف ديال الخلايا ولا الاتلاف ديال الصبغه الوراثيه اللي في بعض الحالات ملي كتقاس هذاك لو ماتيريال جينيتيك يعني ديك الصبغه الوراثيه ديالنا كيمكن لا قدر الله انها تحول في سرطانات. وهذا الشيء اللي كنشوفوا ان العديد من الناس كاين بعض الناس اللي تعرضوا لاشعه الشمس وما كانش واحد الحمايه وتعرضوا لهاد الاشعه اي في سي وشنو وقع لهم ان من بعد لا قدر الله تكون عندهم سرطانات ديال الجلد اللي كيكون فيهم واحد الانتفاخ اللي كيكون فيهم واحد التغيير في اللون اللي كيقدر يمشي حتى للخطوريه اللي كاين بزاف ديال التغيرات اللي كتكون في البشره ديالنا. وهذا الشيء كامل شنو هو السبب ديالو؟ هو العوامل الخارجيه هو التلوث هو ان ديك الطبقه اللي كتكون كتحمينا من اشعه الشمس الضاره ما بقاتش يعني شاده ومتماسكه وشاده داك يعني داك التماسك ديالها. اذا الشمس حنا بحاجه ليها اكيد ويعني والدليل على انه الشمس صحيه نشوفوا غير الانسان ملي كيمشي مثلا للبحر ولا للغابه ولا كيطلع غير للسطح وكيجلس كيجلس في نعم. الشمس نعم. واحد الربع ساعه ولا نصف ساعه او اكثر شوف النفسيه ديالو كيفاش سبحان الله كتنشرح كيفاش الانسان كيحس بواحد الراحه وكيحس بانه كاين واحد النوع من النشاط. وعلى انه كنسمع كثير من الناس يقول لك عظامي تكمدوا عليا نعم. كنحس براسي بخير كنحس براسي مرتاح كنت ما كنحش براسي مزيان مضيوم ومنين سبحان الله مشيت لديك الشميشه وارتاحيت. اذا الشمس عندها تاثير مباشر على اش من خلايا بالضبط اللي كتخلي لانه كثير مثلا من الدراسات اليوم كتاكد مثلا على انه تعرض لاشعه الشمس ايضا يحارب الاكتئاب عند الانسان. فشنو كيوقع في الجسم علميا وطبيا دكتور عماد اللي كيخلي الانسان يحس بهذه السعاده ولا بهذه الراحه النفسيه؟ نعم. فاول حاجه ان الشمس ملي كتقيس البشره ديالنا ف خص يكون فيتامينات بي يعني من الجروب بي اللي هي كتحول لنا هاد الفيتامين او داك لو برو فيتامين دي اللي كيكون عندنا كيتحول الى فيتامين دي. اذا كيفاش كيتحول؟ كيمشي لنا الكبد اولا وتما في الكبد كيتم يعني ديك لابيو ترانسفورماسيون يعني التحول البيولوجي وفي الكلي كذلك. اذا هاد الشيء علاش دائما كناكدوا على شرب الماء؟ احنا كنعاودوا نرجعوا للاهميه ديال الماء. اذا ملي كيتم هذا التكوين ديال الفيتامين دي على مستوى الكلي وعلى مستوى الكبد مباشره كيتم الامتصاص ديالو في المنطقه اللي هضرنا ان 98% ديال السيروتونين كتكون فيها اللي هي الجهاز الهضمي. اللي بزاف الناس كيمشيو غلط كيسحبوا مع الدماغ ولكن في الجهاز الهضمي مهم جدا اننا دائما نحافظوا على الصحه ديالو. هنا كيتم الامتصاص السيروتونين اللي هي الهرمونه السعاده أيه؟ لان هذا الهرمون هذا اللي كيتفرز بواحد 98% وكيتم الامتصاص ديالو وكيمشي لينا للخلايا العصبيه ديالنا. الشمس كذلك عندها ذاك التاثير الطاقي. وهنا كنلقاو ان دابا في لا فيزيوثيرابي اللي هي واحد العلاجات متطوره جدا اللي كدار في دول اوروبيه وفي الخارج. هنا مازال ما وصلتش لهذاك يعني داك يعني داك كما كنقولوا حنايا الاستعمال ديالها. وكيستعملوا اشعه الشمس كاينين الات تركز اشعه الشمس وكتعطاك علاجات لاشعه الشمس. شنو كدير التحفيز ديالها؟ اولا الدوره الدمويه. اذا كتولي كتمشي بواحد الطريقه منتظمه وكتمشي بواحد الطريقه اللي كتخلي الجسم ديالنا كيشتغل بطريقه عاديه ومرتاحه. كتعاون كذلك اشعه الشمس الا خديناها فاش كتعاوننا؟ كتعاوننا في التخلص من السموم لان هذه مساله مهمه جدا.
جدا التخلص من السموم، لانه واخا دوك الاشعه اللي كنشوفوا فيها انها مثلا كنحسوا بواحد السخونيه، ولكن كتم حرق السموم، لان حنا عندنا في الداس ديالنا واحد السموم اللي ما كيمكنش تخرج. علاش؟ لان كيكون الحجم ديالها كبير، فلما كنعطيوها اشعه الشمس شنو كيوقع؟ انها كتقطع. اذا دوك السموم بحال قلنا كنشدوا واحد المقص وكنقطعوهم الى اجزاء صغيره، وكتولي سرعه التخلص منها. واكيد الا الداس ديالنا ما بقاش فيها واحد الكميه كبيره ديال السموم، كنوليو كنحسوا باننا مرتاحين واننا كنشعروا بواحد السعاده. والدليل ان العديد من الحيوانات، يعني الا مشينا شفنا الطبيعه، فمثلا كنلقاو القطط ضروري ما كيلقاو هذاك الحصه ديالهم ديال الشمس، وما واخا تحركهم ما كيتحركوش. علاش؟ باش كتعرف انهم ضروريه الشمس. وكنعرفوا كذلك كيفاش ديك الحيويه وكيفاش داك الحركيه ديال القطط كيفاش كتكون. اذا الشمس مهمه لصحه الانسان، مهمه لصحه العظام بالفعل، مهمه لصحه المفاصل، مهمه ايضا للصحه النفسيه. الناس يعني اللي كيحسوا مثلا بهم او حزن او باكتئاب، نعم، ضروري، نعم، يخرجوا وضروري يتعرضوا لاشعه الشمس. كل الدراسات اليوم كتقول على انه الشمس خصنا نتفاداوها ما بين 11 و3، نعم، ما بين 11 الصباح و3 ديال العشيه. نعم. علاش؟ نعم، فلان هنا كيكون التركيز ديال لي زو في بي ولي زو في ا اللي هضرنا عليهم. اذا الاشعه الفوق بنفسجيه الخطيره اللي كتكون صعيبه على الداس ديالنا كيزيد التركيز ديالها في هذه الفتره هذه، لان الشمس كتحد، يعني كتشد الوسط وكتعطينا هذا التركيز ديال هذه الأشعة هذه اللي هي كتعطينا هذه المشاكل. فقبل 11 ومن مورا الربعة كينقص التركيز ديال هذه الأشعة، وكتولي الأشعة اللي كتكون نافعة، يعني الأنواع الأخرى ديال الأشعة اللي كتكون عندنا في الشمس. ولكن كنلاحظوا أيضا أنه هذه الساعات هي اللي كتكون فيها يعني الذروة ديال الاعتياد والنزول إلى الشاطئ وإلى البحر. نعم، والناس كيمشيو في لابلاج في هذيك الوقيتة، وهذه هي اللي صعيبة، هذه اللي صعيبه. وهنا في هذيك الوقيته يا اما الانسان اذا كان وسط الماء راه ماشي مشكل، راه كيحمي راسه، ولكن اذا كان خارج الماء فمن الاحسن ان في هذه الفتره يلبس شي حاجه اللي يضرق بها الجسم ديالو والراس ديالو كذلك. والاطفال الصغار كذلك حتى هما خصهم نردوا لهم البال. والاطفال الصغار في هذه الشمس ضروري من لاكاسكيت، ضروري من لاكاسكيت، وضروري اننا نلبسوا لهم، يعني نغطيو لهم الحماس ديالهم، لان هذه الشمس راه يمكن في هذه الفتره هذه في التركيز ديالها يمكن لها تعطيهم واحد الأعراض جانبية. والحماية ضروري من الحماية من أشعة الشمس في هذه الفترة هذه. كنشوف كثير من الوليدات في البحر كيلعبوا ما لابسين لا كاسكيت لا طربوش لا والو لا شابو، ما لابسينش تيشيرت. دكتور عماد، واش عادي؟ يعني علاش؟ لأنه كنقولوا الوليدات كيكبروا بصحة مزيانة، يعني ما نبقاوش نحضنوا عليهم بزاف ونحضوا بزاف، بالعكس خلي الدري، كيقول لك خلي الدري يكبر. صحيح صحيح، فهنا هذه مسألة مغلوطة، وخاصة هذا الشيء كنهضروا حنا علم وكنهضروا ان الناس بينات ما هو خطير، خاصه كاين اطفال اللي كيمكن الشمس تاثر عليهم، كاين اطفال اللي كيكونوا معرضين مثلا لامينانجيت والعديد، وهي رجعت دابا لامينانجيت رجعت في بلادنا، ان ولاو هاد الاصابات بهذا المرض هذا اللي هو واحد المرض فيروسي اللي كيصيب الجهاز العصبي وكيصيب النخاع الشوكي، ولا قدر الله كيمكن يؤدي للوفاه. فالحمايه ديال الراس ديال الوليدات من اشعه الشمس مهم جدا، وخاصه راه مازال كنرجعوا كنقولوا راه الوليدات ديال شحال هذه راه ماشي هو هذه الفتره، لان حنا دابا كان عندنا عده يعني في التغذيه ديالنا مختلفه، كاين مواد يعني مواد حافظه، كاين تلوث، كاين حنا يلا هضرنا على هذه المساله هذه. فالحياه تبدلات، اذا خصنا نتماشاو معها وخصنا نحافظوا على ديك المناعه ديال الوليدات ديالنا، وخصنا نحافظوا لهم كذلك حتى على الصحه ديالهم. ضروري من ديك الكريمه الواقيه من اشعه الشمس، وعلى الاقل في ذاك يعني المرات الاولى اللي كيتعرض الانسان للشمس. الأطفال ضروري لهم بعد الكريمة الواقية، وخاصة الكريمات اللي كتكون أكثر من 50، يعني ما يسمى بلوسان بروتكتور فاكتور، يعني SPF، ولا يعني الحماية ضد أشعة الشمس ستكون فايتة الخمسين. وهنا الأطفال راه دابا اللي غادي يستغربوا الناس، ونحاولوا اننا حتى الكريمات اللي خدينا نحاولوا ناخذ واحد الكريمه اللي غتكون في المتناول، لان الاطفال كيخصنا نديروا لهم معلقه صغيره ديال الكريمه ديال الواقيه، وما خصناش ندهنوا لهم حتى تختفي ديك الكريمه، خصنا ندهنوها، يعني معلقه صغيره ديال الكريمه هو القياس، وكناخذوها وكندهنوا لهم على البشره ديالهم والرقابه ونخليوها باينه، حيت بزاف ديال الناس كيدهنوا الكريمه وكيخليوها حتى كتغبر. لا، فالاطفال كيخصنا ندهنوها ونخليو ديك البيوضيه باش كتعطي ديك الوقايه الكامله، خاصه من هذيك الفتره ديال الذروه اللي هضرنا عليها، باش كنحميوهم.
لان الاطفال البشره ديالهم كتكون رهيفه ويقدروا معرضين اكثر لضربه الشمس. فوالا والسرطان اللي هضرنا عليه، لان الا مشات حتى كان واحد يعني الوليد لا قدر الله يعني تحرق بالشمس ووصل للدرجه الثالثه، فهنا كيمكن يعطينا واحد المضاعفات اللي كتكون خطيره. كثير من الناس اللي هذا الفصل الصيف كيبغيو يتشمشوا كيف كنقولوا، يعني برونزيو وياخذوا واحد اللون اللي هو ذهبي. في حد ذاتها هذه المساله عندها مجموعه المنتوجات اللي كنلقاوها اليوم في الاسواق، اوتو برونزون وغيرها. شنو هي الخلطه اللي اليوم غادي تنصح بها الناس دكتور عماد؟ وكنعرفوا لانه كثير من الناس سمح لي لقطعتك كيميلوا لاستعمال جوج زيوت اللي معروفه كثير، زيت الزيتون او زيت ارغان. ارغان نعم، ودابا دخلت لا طوندونس ديال زيت الجزر اللي هي يعني الويل دو كاروت. فهادو ثلاثه ديال الزيوت اللي كتستعمل. غير قبل ما نهضروا على البرونزاج خصني ننبه واحد الشريحه ديال الناس اللي خصهم يتفادوا البرونزاج. اذا الناس اللي كتكون تحت علاج ديال بعض الانواع ديال المضادات الحيويه ما يسمى بلي فلورو كينولون، شنو هما اللي كتكون فيهم مثلا الماده سيبروفلوكساسين ولا لوفلوكساسين، يعني كتقراوها كماده اساسيه كتكون في الادويه. الناس اللي كيكونوا كياخذوا المدرين للبول لي ديوريتيك، الناس اللي كتكون عندهم طونسيون كياخذوا ادويه اللي كتسري البول ديالهم شرف الله وقدركم باش كتحاول انها تنقص لهم الطونسيون. اذا حتى هما يتفادوا البرونزاج، وخاصه الا كانوا كياخذوا هذه المدرات للبول في الصباح، حيت كاين بعض الناس اللي كياخذوهم في الصباح وفي الليل. اذا يردوا البال لانه كيتسموا دي فوتو سنسيبل، مهيجين لاشعه الشمس، وهنا لا قدر الله كيمكن تحرق البشره ديالهم. هذا من جهه، من جهه كاين بعض الانواع. سمح لي، نعم. والحاله الاولى تكلمتي عليها الناس اللي كياخذوا مثلا انتيبيوتيك. نعم، مضادات حيويه من هذه العائله هذه، من هذه الفصيله هذه ديال غالبا هذه يعني كتنصح في اش من حالات؟ الحالات مثلا اللي كتكون تعفنات على المسالك البوليه، او في بعض الحالات كتستعمل كذلك حتى في تعفنات ديال الجهاز التنفسي. هي كما كنقولوا هي مضادات حيويه اللي كتستعمل عنده ان سبيكتر كبير، يعني الانسان الا كان كياخذ متبع واحد العلاج ديال الانتيبيوتيك المضادات الحيويه ما يتعرضش لاشعه الشمس. نعم، مد لي فليورو كينولون، ويسول عليها الصيدلاني او الصيدلانيه فهي غادي تعطيه ان شاء الله هذه المساله. وبعض الانواع وبعض الادويه ديال يعني اللي كتستعمل الديابيت الداء السكري، ومن الاحسن اننا حتى نستشروا مع الطبيب، ان خاصه وهذا الشيء كنهضر حتى بالنسبه للناس اللي عندهم البشره جد حساسه وكياخذوا هذه الادويه ديال الداء السكري يتجنبوا هذا البرونزاج، لان كيمكن يعطيهم حروقات. هذا من جهه. من جهه اخرى كذلك كاين بعض الاطفال اللي دابا وبعض الناس اللي كيمشيو الباديه في هذه الفتره هذه، والباديه كيكون الشجره ديال الكرموس، اذا ديال الباكور. شجره الكرموس هذاك الوراق ديالها وذاك الحليب ديالها فهو فوتوسنسيبل كذلك، الا تقاس هذاك الحليب في اليد وما تغسلش وبقى في اشعه الشمس فهو كيمكن يحرق البشره، لانه كيهيج اشعه الشمس. هذا لابيرغابتين من المواد اللي كتهيج اشعه الشمس. اما الا مشينا في النطاق ديال ما هو طبيعي وما هو مهم للبرونزاج، فمثلا زيت ارغان اللي هضرتي عليها اختي سناء مهمه جدا، فتا هي من 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 المواد اللي كتعطينا ذاك اللون القمحي، واللي كتعطينا واحد الحمايه كذلك حتى من اشعه الشمس الضاره. زيت الجزر كذلك كتستعمل كثير، فانا زيت الزيتون ضروري غتعطينا واحد الخلطه غنوصلوا لها من بعد. زيت الزيتون كتبقى عندي بين قوسين، لان زيت الزيتون كاين بعض الناس اللي تقدر تعطيهم مضاعفات تنشف البشره وما كتخليلهاش ديك كنقولوا حنا داك الترطيب ديالها. نعم. لان ما نساوش ان درجه الحراره كترتفع ديال البشره ديالنا، وكيخصنا نعطيوها شي حاجه اللي كتهمد. باش زوينه زيت ارغان وباش زوينه مثلا زيت الجزر، ان زيت ارغان فيها لا فيتو الاستين، اذا ديك الماده اللي كتعطينا واحد الترطيب وكتحافظ لينا على الحيويه ديال الكولاجين. زيت الجزر فهي كترفع لينا كما كنقولوا حنا داك لو تونوس، كترفع لينا ديك الحيويه ديال البشره ديالنا وكتخليها فيها واحد كتزيد ترتاح وكتستافد من اشعه الشمس. نعم، غادي ناخذوا مكالماتكم مستمعاتنا وغادي نواصلوا معكم مباشره دائما. والان غادي طبعا نشوفوا شنو هي الاسئله ديال المستمعين. سمعت معنا خديجه من دار البيضاء. اهلا خديجه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دايره اختي سناء يا النواره ديال اسوار؟ لاباس الحمد لله، مرحبا بك. ربي يخليك. كيداير اخ عماد؟ لاباس عليه الحمد لله. اختي كنسمع صوتكم، الله يبارك فيك. مرحبا. كنشكرك بزاف على الوصفات. وما نطولش عليك اخويا عماد، عندي واحد جوج اسئله الله يجازيك بخير. يلا نتقاسموا معك اختي. السؤال الاول، بغيت شي وصفه سيليكون ديال الشمس تكون نستعملوها في البيت ديالنا تكون بسيطه،
والسؤال الثاني عندي واحد الوصفة واش مزيانة ولا لا، دي باقي ما استعملتهاش، فيها بيضة ديال السمان هي السبيط. بيضة السمان عفوا اسمح لي. إذن خديجة بغات ان إكران توتال ولا كريمة واقية من أشعة الشمس كيفاش تحضرها ليديها في الدار، وبغات في نفس الوقت وصفة لتبييض البشرة. شنو الجواب ديالك على السؤال الأول دكتور عماد؟ واش كاينه شي وصفة اللي ممكن نحضروها ليدينا في الدار واللي غتكون فيها حماية من أشعة الشمس؟ نعم، فالحماية من أشعة الشمس بواحد الوصفة طبيعية، فما غتفوتش 30 أسباب يعني في الحماية ديال أشعة الشمس. مثلا غناخذوا فيها جوج معالق كبار ديال زيت نوار الشمس، غادي ناخذوا فيها جوج معالق كبار ديال زيت لافوكا، هادو كلهم مواد غنيه بالفيتامين او، جوج معالق كبار ديال زيت اليزير لا غومارين حتى هي كتحمينا من اشعه الشمس، وهادشي كامل باش نديروه كريمه. كنديروا القاعده الاساسيه الطبيعيه اللي كما علمتكم، خمسة ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. هاد المكونات كاملين كتحطهم في حمام ريم حتى كيذوبوا مزيان وكيتخلطوا، تخليهم يبردوا، الكريمه اللي كتحصلوا عليها كتوليو كتستعملوها كواقي شمس طبيعي وكتداوموا عليه. نعم، فهذه وصفه يعني طبيعيه كواقي شمس. بالنسبه للوصفه لتبييض البشره، شنو النصيحه ديالك للسيدات؟ لانه كثير منهم مباشره من بعد انتهاء فصل الصيف تيقول لك راه ظهر لنا الكلف والبقع والطبايع في الوجه. نعم، فاول حاجه بعدا كيخص اننا نستافدوا من اشعه الشمس في هذه الفتره ونعطيوها واحد الحمايه كذلك للبشره ديالنا، لان بزاف ديال الاخوات كيهملوا داك الروتين اللي كيتستعمل كل نهار ديال البشره، اللي خصو يكون فيه التنظيف، اللي خصو يكون فيه الترطيب. اننا كنضفوا البشره ديالنا في الصباح كنعطيوها الترطيب يعني ليدغاتاسيون، لان كيكون الصاد وكتكون البشره كتفقد الماء. عاوتاني في الليل كيخصنا عاوتاني ننظفوا البشره ديالنا ونعطيوها المغذي اللي كيعطيها التغذيه. فهنا مثلا يمكن لكم في الصباح انكم بعد ما تنظفوا البشره ديالكم ديروا زيت لوز الحلو معلقه كبيره ومعلقه كبيره ديال زيت الصوجا، تخلطوهم دهنوهم كسيروم للبشره ديالكم مرطب. عاوتاني يمكن لكم في الليل يعني هذه في الصباح، في الليل ديروا واحد الكريمه اللي غتاخذوا فيها فقط معلقه صغيره ديال زيت الورد، معلقه كبيره ديال زيت الجوجوبا، وغتزيدوا عليهم ثلاثه المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. هاد المكونات كاملين خلطوهم في حمام مريم وديروهم بالليل وخليهم هاد الخليط يبرد، وبالليل ديروهم ككريمه مغذيه. اذا هذاك في الصباح اللي فيه زيت اللوز الحلو والصوجا، وفي الليل كريمه مغذيه اللي غادي تستعملوها، فهكا ان شاء الله غادي تحافظوا على البشره ديالكم. ودائما دائما عفاكم حاولوا تتفادوا في هذه الفتره هذه تستعملوا بعض المواد اللي كتكون عشوائيه، يعني اللي كتكون فيها الكورتيزون او بعض الخلاطات ديال البومادات اللي كديروا للبشره ديالكم، لان الا مشات تقشرت البشره الواقيه دابا في هذه الفتره هذه فهنا كيمكن تعطيكم مضاعفات اللي هي غتكون خطيره. بالنسبه للوصفه المبيضه فغنعطي واحد الوصفه بسيطه وسهله، غادي نعطيو ما يسمى بلو جونيفغي العرعار اللي كنرجع ليه كذلك في التجميل، اللي مهم جدا وعنده مزايا كبيره. فغناخذوا معلقه صغيره ديال العرعار مطحون، وغادي ناخذوا معلقه صغيره ديال السلميه مطحونه، وغادي تزيدوا عليهم خمسه ديال المعالق كبار ديال الحليب الساخن. نخلطوا هذا الخليط هذا تيعطينا واحد الماسك كنوضعوه على البشره والرقبه ديالنا، كنخليوه مده ديال نصف ساعه، من بعد كنغسلوه. العمليه غديروها جوج المرات في الاسبوع وتبقاو مداومين عليها حتى كيتوحد اللون ديال البشره ديالكم. ناخذوا امينه معنا من مكناس. اهلا امينه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. درتو كي دار الدكتور عماد؟ لاباس عليكم. الله يبارك فيك، الحمد لله ملي كنسمعوا صوتكم. راه شحال وانا كنعيط وما كيبغيش يسد ليا. مرحبا مرحبا. عرفك بغيت غير نسولك، عندي واحد الموضوع خارج على سميتو وعلى الشعر. وليني حتى عند الساعه ديال الشوش راه انا تنعاني بها، وجهي دغيا كتشد لي فيه الشوش ديما كحل واخا تندير الكوماد. ياك اييه اها. واش الشعر ديالي راه ما قدليت ما درت. دابا عرفتي ماشي كثر غير زغبه بوحده، الزغبه كيطيروا فيها ثلاثه ورا. واخا قول لي واش درتي شي تحاليل باش تشوفي واش ما عندكش فقر الدم ولا كتعاني من شي حاجه؟ ما عنديش، كنعاني غير من الغده الترقيه ديالي محيده وديما طالعه. صافي، هي بوحدها. اه وراه هي كل شيء.
فهمتيني راه الغده الدرقيه دابا هذا الاضطراب ديال هذا هو المشكل، ان الغده الدرقيه راه عرفتي شنو هي؟ داك الميزان اللي كيوزن لينا واللي كيحرك لينا الداس ديالنا. فجميع الغدد عندها اتصال بالغده الدرقيه ياك. واخا قول لي التغذيه ديالك كي دايره؟ مزيان 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 ماشي الحمد لله الحمد لله. قول لي واش من حيتيا واش عطاتك الطبيبه دواء باش تبقى متبعاه؟ لا متبعه الدواء متبعه معاها. شحال كتاخذي ال100؟ شحال كتاخذي ال100 ولا ال50؟ دابا تناخذ ال100 وال25 وبعد خطره تناخذ ال100 وال25 وال75. اييه ولكن باستشاره مع الطبيبه. لا هي اللي كتعطيهم. اييه وكتاخذيهم في الوقت ديالهم اللي خصك تاخذهم كل صباح. كل صباح مع الفجر. ما عندي ما نسالك ما عندي ما نسالك. واخا اذا بالنسبه للوصفه ديال الشعر ليك ولجميع الاخوات اللي كيسمعوا لينا، وهذه غادي نركزوا فيها كثير على الاخوات اللي كيكون عندهم مشكل الغده الدرقيه والشعر كيولي شاحب والشعر ما كيبقاش عنده ديك الحيويه ديالو. اذا هنا غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال الباديان مطحون، غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال الزعتره تيمول ولا نيتول، واحد المركب هائل للمشاكل ديال الشعر، معلقة كبيرة ديال البابونج، وهذا الشيء كامل غادي ديروه مع كاس صغير ديال زيت نوار الشمس، ديروه في حمام مريم تخليوه نصف ساعة ومن بعد طفيو عليه، خليوه يومين. هذا غنخليوه يومين لان هنا عندنا زيت نوار الشمس نخليوه نستافدو اكثر من التركيز ديال الفيتامين، وخليوه يومين صفيوه، وهذاك الزيت اللي كنحصلوا عليه كنوليو كندهنوا به جلدات شعرنا، وشعرنا كنخليوه مده ديال ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال 3 اشهر. فهذه وصفه هائله بالنسبه للاخوات اللي عندهم مشكل ديال الغده الدرقيه، وكذلك حتى الاخوات اللي عندهم مشكل ديال تساقط الشعر، اللي الشعر شاحب اللي الشعر ما كيخلفش، وان شاء الله في الشهر الاول كتولي كتبان النتيجه. ولكن الماء نشربوا الماء، التغذيه السليمه، ونحافظوا على الادويه ديالنا، الادويه الدواء اللي كيعطينا الطبيب ناخذوه في وقته كما الاخت ديالنا امينه في الوقت ديالو نحافظوا عليه، والامور ان شاء الله تكون بخير ان شاء الله. غادي نواصلوا معكم من بعد الفاصل دائما على اصوات. مرحبا بكم دائما معنا مستمعاتنا. ناخذ نجاة الان ولكن قبل من نجاة معنا فاطمه، عفوا فاطمه من الدار البيضاء، اهلا بك على راديو اسواس وبرنامج حديث ومغزل. السلام عليكم. عليكم السلام. تحيه ليك وتحيه للدكتور عماد، شكرا على البرنامج. مرحبا بك. عافاك اختي، بغيت نسولك، انا ديجا كنت استعملت هذيك الوصفه ديال زيت بودور العنب وزيت الوشلو، عطاتني نتيجه فعاله زعما، شكرا للدكتور عيمان. الحمد لله الحمد لله. انا كانت خارج ليا نقط، ماشي بقع، نقط قبل ما نستعمل هذه الوصفه. يعني الوصفه ديال زيت بودور العنب وزيت الوشلو عطاتني مفعول الحمد لله الحمد لله. ولكن دابا هاد النقط كنت سمعت لك انك قلتي زيت السالميه انه مزيل للبوق وانه مبيض للبشره، ولكن خصني نستعملو بحال يبطل ليا المفعول ديال الوصفه اللي درت قبل. لا ماشي مشكل، فيمكن لك مثلا واخا نديروا هاد الوصفه مزيان. سولت هذا السؤال هذا بزاف ديال الاخوات كيبغيو يوحدوا اللون ديال البشره وكيبغيو كذلك يزيدوا في البشره ديال الوجه او في الخدود ولا في بعض المناطق، فيمكننا نديروا كوصفه موحده اللون وزياده في بعض المناطق. فسهل، غناخذوا جوج معالق كبار ديال زيت السالميه، وغادي ناخذوا جوج معالق كبار ديال زيت بودور العنب، وغادي ناخذوا 3 معالق كبار ديال زيت اللوز الحلو، نخلطوهم مزيان. وهذا الخليط هذا اللي كنحصلوا عليه كنوليو كنديروا به مساج في الاماكن اللي بغينا نزيدوا فيها، وكذلك اللي نوحدوا فيها اللون ديال البشره، وهكا ان شاء الله ما تخافيش، وغادي يعطيوك بجوج بهم نتيجه مزيانه ان شاء الله. هي عطاتني صراحه الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم من قبلك، عطاتني نتيجه زعما مزيانه الحمد لله الحمد لله. الخدود بعض المناطق، غير انا وجهي في جهه الخدود ديالي بحال عندي شويه حساسيه، بحال دغيتي مع الشمس دغيتي تحمر لي الوجه. لا وكديري واقي الشمس؟ لا ما تنستعملوش. ايوا ضروري اختي.
ضروري من واقع الشمس. عاوتاني علاش سولتك؟ لان هاد النقط هذه اللي كتكون هكا داكنه وهاد النقط السوداء وخاصه في البشره واللي كتكثر، فهذا دليل على ان البشره ما فيهاش الوقايه، حيت هاد البلايص هادو اللي كتكون اللي كيكونوا مفتوحين كيكون ما كتكونش فيهم ديك البشره الواقيه، ملي كيقيسوا اشعه الشمس مركزه كتعطينا هاد النقط. فضروري واقي الشمس، ضروري ضروري ضروري. وهاد واقي الشمس كذلك ضروري تلقاو فيه واحد العباره جديده اللي هي بي بي دي. اذا مين تمشي للصيدليه قول لي عطيني ليكرون اللي فيه الاس بي اف، يعني داك العامل ديال الحمايه ديال اشعه الشمس يكون فايت ال 50 من 50 الفوق، وتكون فيه عباره بي بي دي بيرسيستنت بيجمنت داركنين، يعني هذا واحد العامل للحمايه ضد البقع ودي الحمايه ضد يعني داك عدم او عدم توحيد لون البشره جراء اشعه الشمس. فهذه فواحد يعني واحد تقنيه جديده اللي ولات كتضاف في هذا لي زيكرون، وان شاء الله الامور غتكون بخير. وتبعي هذه الوصفه وان شاء الله عطيتيني تنحل استعملها ديما بالليل كيف ما كنت كنستعملها دائما. هذه ما تقطعيهاش، هذه غادي تستعمليها كواحد السيروم ليلي وتستعمليه ديما يكون معك. اذا فوق ما يسالي لك عاودي صايبيه واستعمليه كسيروم ليلي، ما عمرك تقطعيه، فان شاء الله نهار على نهار غادي يعطيك النتيجه باذن الله. ثاني مره نشكرك على الوصفه لان عطاتني كيف كنعاني من النحافه ديال الوجه. الحمد لله الحمد لله. غير بغينا نتقاسموا معك شحال استعملتيها باش بدات كتبان لك النتيجه؟ فوق 3 شهور، ولكن ما خديتش لانني ديجا خديت واحد الزيت ديال بودور العنب، ولكن ماشي هو الزيت ديال بودور العنب. نعم تنصح ياخذوا من بايس اللي مرخصين اللي عنده واحد عنده واحد الثقه. الحمد لله. انا اللي خديت البلاصه اخرى ما عطاتنيش مفعول. فهادو جوج حوايج بغينا نتقاسمهم معك والاخوات حتى هما نتقاسمهم مع الاخوات. ضروري تكون عندنا زيت بذور العنب اللي هي طبيعيه 100%، وثانيا المده. اذا نقولوا 3 شهور خصنا ضروري نلتزموا بالمده باش ان شاء الله تعطينا النتيجه. وهذه الشهاده اللي كنفتخروا بها. شكرا لك فاطمه. وحدايا غادي ناخذوا الان. نعم نجات من مراكش. السلام عليكم نجات. عليكم السلام. اختي كنا كبيره بخير. الحمد لله الله يبارك فيك. يا الدكتور لاباس عليك. الحمد لله اختي ملي كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. مرحبا. الحمد لله. ملي كنت سولتك على وصفه تاع تساقط الشعر قلت عندي الزغبه خفيفه وطيطش، وكنت عطيتني واحد الوصفه فيها معلقه صغيره تاع زرعه البصله ومعلقه صغيره تاع الزعتر ومعلقه صغيره ديال الازي. اللي بديت نعرف نديرهم في كاس ديال العنبه كثيرا تاع زيت العود. ونديرهم في الغليه الاولى ومن بعد تخليهم ليله تخليهم ليله ومن بعد تصفيهم وتدهني بهم بجلده شعرك وشعرك تخليهم ساعه وتوصليهم. هي ديك زريعه البصله واش مطحونه ولا محمره ولا ما عرفتش كيفاش؟ كيف ما خديتيها سواء لقيتي زريعه البصله هكاك ولا لقيتيها غبره ماشي مشكل، كيف ما لقيتي زريعه البصله فهي اون فوا كدار في زيت الزيتون وكدار في درجه الحراره مرتفعه، فهذوك المكونات فيها دوك المواد الكبريتيه اللي كتكون فيها كتفرز فيها في الزيت، سواء طحناها ولا خليناها هكاك فهي كتحافظ على المكونات ديالها. وحتى الزعتر وازير نفس الشيء؟ الزعتر وازير الا كانت الازير والزعتر راهما رقاق، يعني الا خديتيهم ماشي مطحونين راه مزيان، الا كانوا عندك مطحونين فنفس الكميه ما غاديش تضر. واخا شكرا. نديرهم في الزيت ديك اللي بلا ملح ولا اللي بالملح؟ واخا تكون بالملح ماشي مشكل، لان غير نشقوا بها الشعر ديالنا ما غنخليوهاش في البشره ديالنا مده طويله. دافا وضروري موراه السيروم ياك؟ فاكيد باش يعطيك الترطيب باش يرطب لك البشره ديال الشعر ديالك. واخا شكرا لاختك. مرحبا اختي. مرحبا بكل فرح. كل فرح معكم. من مراكش غادي نمشيو لاكادير. معنا فاطمه، اهلا بك على راديو اسواس. الو. اهلا فاطمه. فاطمه هلا. لا فاطمه السلام عليكم. واش راك معنا ولا بالشيء مع السنيه اللي جاتك داخل انا راك معنا بعدا؟ اي راه مشات. مرحبا بك على راديو اسواد. الله يعطيك الخير اختي فاطمه. ما يبغيك بردي. شكرا. دابا انا ولات سميتي فاطمه وترونات علينا القضيه. معليش كلشي مقبول منك يا فاطمه. لا ديك السنه الزائفه اختي. مرحبا مرحبا. شنو سؤالك للدكتور عماد؟ دابا بغيت نسول. عندي جوج ديال الاسئله اللي جاتك بخير. مرحبا. دابا عندي بزاف كنوضريه في الوجه ديالي. شنو هو اختي؟ شنو المشكل؟ عندي الشعر بزاف كيطلع عليا في الوجه ديالي. اييه.
ودابا كنحيدو حيدتو بالخيط كيترع بزاف حيدتو راسا كيترع اليد بس باش ما حيدتو يبدادو غير هو يدير ليه واحد النبته كحاجه يقول لها انت مسيت دير ليه دبيها وديرها مع ظن المسوس يا غورس يا غورس يا غورس طبيعي لدى ديك الاسماء فشوف شوف بعدا واش درتي التحاليل مشيتي عند الطبيب دابا ديك الشهور باسي مشيت عندو ديجا ديك التحاليل ديك الراديو ديك الكانير وفي الاخر قال لي داكشي خاص تدربي لا غير لا فهمتك فهمتك شوف التحاليل واش التحاليل ما بينوش بين في الهرمونات واش درتي تحاليل ديال الهرمونات شنو هو الطبيب اللي مشيتي عنده واش طبيب مختص ولا عام لا طبيب مختص دكتور في هاد الشيء تاع الغدد تاع تمام العروق والتجميل والشعر نعم ف ف هو قادر معروف بغداش بالاسلام نعم ف انا متفق معك متفق معك الا فاطمه غير هو دابا هذا المشكل ديال الشعر اللي كيكون زايد وخاصه فينا بلاصه عندك في الوجه ديالك ياك في الداس كامله نعم لا لا كيطلع عليا في الوجه ديالي بزاف ودابا دابا علاش حيت هاد حيت هاد حيت هاد هاد الشعر اللي كيكون زايد في هاد المناطق هادي فهذا هادي مناطق كتدل على ان التستوستيرون طالع ان الهرمون الذكري كيكون طالع بزاف عند النساء ملي كيكون النساء عندهم الهرمون الذكري طالع بزاف الشعر كيبان في المناطق اللي كتكون كينوض عند الرجال فهمتي داكشي انا باش سولتك يعني خص دابا خص تشوفي اختصاصي في الغدد النوندوكرينولوج اختصاصي في الغدد اللي هو مختص في هذا المجال هذا اللي هو خصو يعطيك واحد التحاليل ديال الهرمونات حيت علاش انا قلت لك انا هكا انا فاهمك ومتفق معاك وعرفت بان هذا المشكل هذا راه كيحيرك وبزاف الاخوات كيعانيوا منهم كيحيرهم انا متفق معاك ولكن حنا دائما شنو كنقلبوا كنقلبوا نلقاو الحل سواء كان حل طبيعي لان كاينه وصفه وفي بعض الحالات راه ما كتكونش وصفه ولكن كنديروا واحد التوجيه كنوريكم فين تمشيو باش يتحل هذا المشكل حيت الهدف ديالي انا هو المشكل يتحل وما يبقاش حيت الا ما عالجتيش هذا المشكل هذا من الجذر ديالو راه دائما داك الشعر غادي ينوض ودائما الشعر ما غيحيدش ودائما غيبقى عندك المشكل ولو ديري اللي درتي يعني حتى واخا توصلي حتى العمليات مثلا ديال اللازر ولا عمليات اخرى راه ما غاديش يحيد الا ما تعالجش من الجذر ديالو فالنصيحه ديالي ليك اختي فاطمه غادي تمشي عند طبيب مختص في الغدد اندوكرينولوج راه تبارك الله فقادير موجودين وتبارك الله كاينين كفاءات كبيره غتمشي غيعطيك واحد المجموعه ديال التحاليل وغادي تيقاد لك الهرمونات ديالك وهذا الشعر هذا راه ما غاديش يبقى كينوض بهذه الكثافه هذه هذا هو الحل الوحيد اللي عندك ان شاء الله من عند الله سبحانه وتعالى والامور غادي تكون بخير صافي تفهمنا اختي فاطمه الله يجزيك يلا واخا شنو السؤال ديالك اختي شنو الثاني سؤال ثاني دابا عندي بزاف ديال التستوستيرون دابا ديت دخلت على الطبيب ما عليه هو وكان ديك تنعيان ما عندي شي ولكن سمعوا كيعطيك كيتكلم بحال شي فلوس غير ضغط عليك عندك لي ستيرون بزاف ياك قول لي كتوتري شويه اختي فاطمه نعم كتوتري شويه كتعصبي شويه بزاف انا كنحس شويه ديال التوتر في الصوت ديالك فواخا شوف ماشي مشكل لي ساغ نعطي وصفه لي ساغ اذا غادي ناخذ معلقه كبيره ديال زيت البابونج معلقه كبيره ديال زيت الورد ايه الروح ديال شجره الشاي ايه عافاك خديها من الباغا فارماسي ولا الفارماسي لان كاين بعض الحالات اللي ما كيعطيوهاش حره وكتكون تقدر تحرق هذيك المنطقه اذا الروح ديال شجره الشاي 10 ديال النقيطات ياك وهذا الشيء كامل غتزيدي عليه واحد 5 د المعالق كبار ديال زبده الكاريتي حطيهم في حمام مريم حتى يذوبوا مزيان ويتخلطوا مزيان تحركيهم خليهم يبردوا وهذيك الكريم اللي كتحصلي عليها تبداي تاخذي شويه منها وديري واحد المساج خفيف حول العين ديالك وداومي عليه يوميا كل ليله وما تقطعيش هذا الكريم منين تسالي عاودي صايبيه وان شاء الله الامور غادي تكون بخير وصفه لتهدئه الاعصاب وهذه راه مهمه لك مهمه لجميع الاخوات اللي كيكونوا كيعانيوا من التوتر غادي ناخذ معلقه صغيره ديال النعناع الصوفي اللي كنرجع ليه دائما وعنده فوائد كبيره نجيمة ديال الباديان إذا نجمة الباديان وحدة إيه وريقة وحدة ديال اللويزة غير ورقة وحدة ما نكتروش باش ما طيحناش الطونسيون باش حتى الأخوات اللي عندهم الطونسيون هابط ما تأثرش عليهم وريقة ديال اللويزة إذا نعاود الوصفة هذه للتوتر
ولي الارتخاء مع القصغيره ديال النعناع الصوفي، نجيمه ديال الباديان، وريقه ديال اللويزه، كنزيدو عليهم كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كيطلق، كنشربوه كل ليله وكنداوموا عليه. كنشربوه قبل النعاس. تبغي تنعسي وتاخذي هذا الكويس هذا وتداومي عليه انت وجميع الاخوات، ان شاء الله الامور غتكون بخير، ولكن بغيناك تمشي عند الاندوكرينولوج وتعاودي تردي علينا وتقولي لنا شنو درتي وشنو هما التحاليل، صافي؟ الله يجيب الشفاء. الله يجيب لكم باكادير اللي كتبوا بها راديو اصوات على الموجه 100.6. غادي ناخذوا الان ملكه معنا من بير جديد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيدايره اختي سناء؟ لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. تحيه للدكتور. مرحبا. عندي واحد ثلاثه اسئله الله يحفظك. اييه مرحبا. المهم السؤال الاول عندي، كندير واحد البوماده ديال 4 دراهم واش مزيانه ولا لا؟ وهاد الشمس وبغيت داك تمسك واحد المره تاصل سبك وقلت لي ديري لوز حلو لوز نوار الشمس، ولكن الزيت نوار الشمس ما لقيتوش، قلبت عليه تهز ما لقيتوش، بغيتك تعوضي ليا في شي حاجه ولا زيت نوار الشمس راه عندك في المطبخ؟ راه يمكن الزيت نوار الشمس اللي كنستعملوها في المطبخ راه هي يمكن نستعملوها في الوصفات. هي نديرها هي يعني. اي شوف لا لا شوف شوف حيت بزاف ديال الناس ما كنلقاهاش. لا فانا كنشكرك على هذا السؤال اختي، لان سؤال مهم جدا، لان بزاف ديال الناس كيطرحوا لي هذا السؤال، كيقول لك كيفاش الزيت اللي كناكلوه غنديروه في التجميل؟ فانا كنقول لكم ما يسمى بالويل كوميستيبل، يعني الزيت اللي كتكال تستعمل للتجميل، ولكن ليست كل زيت التجميل كتكال. اذا اي زيت كنستعملوها وكناكلوها وكتدخل للداس ديالنا ممكن اننا نستعملوها للتجميل، ولكن زيوت اخرى اللي كتستعمل للتجميل ما يمكنش اننا ناكلوها ولا ندخلوها للداس ديالنا الا اذا كانت صالحه للاكل وكتكون مرخصه انها تكون للاكل. فغير الزيت اللي كنستعملوا في المطبخ ديال نوار الشمس راه هذيك حتى هي راه هي زيت طبيعيه ويمكننا ناخذوا منها ونستعملوها ونستعملوها في الوصفات. فانا اصلا كنقربكم من المطبخ اكثر، علاش؟ باش كنحاول نوفر لكم واحد المواد اللي كتلقاوها سهله وكتلقاها قريبه لكم في الدار ديالكم. فزيت نوار الشمس استعملوا هذه اللي كتستعملوا في المطبخ، كذلك زيت الزيتون، كذلك بالنسبه للمناطق اللي فيها زيت ارغان حتى هي نستعملوا اللي كنستعملوا في المطبخ، ماشي مشكل واخا ما توفرش عندنا مثلا زيت ارغان ديال التجميل. صافي تفهمنا. اما بخصوص نقطة استفهام ديال البومادة اللي قلتي لي بربعة درهم، فاحنا ما يمكنناش اننا نقولوا واحد البومادة صالحة ولا ما صالحاش، هذه من جهة. وضروري انا كنقول دائما هادشي اللي غنديروا للوجه ديالنا ولا الداس ديالنا كيخصنا ناخذوهم واحد البلايص اللي كتكون مرخصة، واحد البلايص اللي كتكون عندها مصداقية. فإذا كانت في نطاق الدواء والعلاج فما غاديش نمشيو على الصيدلية، من ضروري هذا الشيء كيتخذ من الصيدليه الا كان مخصص للعلاج. اذا كان مخصص مثلا للترطيب مثلا او مواد اللي كتدخل في نطاق التزيين او في المكياج، فيا اما كناخذوهم من الاماكن اللي كتكون مرخصه ديال اللي كتباع فيها هذه المواد هذه، او محلات تجاريه او محلات يعني اللي كيبيعوا هادشي ديال المكياج اللي كيكون موثوق وكيكون مرخص وعنده داك كنقولوا حنايا ديك الامانه المهنيه، وهادشي اللي كاين اختي. ومن الاحسن انك اي حاجه ديريها امينه. صافي تفهمنا. حنا معكم دائما جميع مباشره. دكتور عماد غادي نرجعوا، طبعا عطيتي واحد الكريمه اللي هي واقيه من اشعه الشمس، شنو هي الخلطه اللي غادي تصلح للناس اللي كيبغيو ياخذوا اشعه الشمس وياخذوا داك اللون الذهبي او القمحي؟ هضرنا على زيت الجزر وهضرنا على زيت ارغان. نعم. كاين واحد الخلطه اللي كيتستعمل فيها ايضا الحنه اللي كترقد مع زيت ارغان ومع الخز ومحكوك او زيت الجزر. وداك الشيء اللي كيطلق هو اللي كتبدا او كيبدا سيدي يعني يتدهن على الجسم. فشنو رايك في هذه الوصفه في استعمال الحنه؟ فالحنه ماشي مشكل نستعملوها لان فيها لا لوسين حتى هي من المواد اللي كتكون مهيج لاشعه الشمس، غير هي من الاحسن نستعملوا اوراق. ما واخا نقدروا نديروا واحد الوصفه اللي غتكون برونزونت نستعملوا فيها الحنه، فهذه فكره جميله. فغناخذوا فيها خمسه ديال الوريقات ديال الحنه، حنا البلديه ديالنا المغربيه، خمسه ديال الوريقات غادي ناخذوا فيها على حسب شنو توفر عندكم. يا اما غادي ديروا نص كاس صغير، وعلى فكره هذه راه وصفه اللي غتستعملوها واحد المده ديال شهر ونص، واخا غادي ناخذوا نص كاس صغير مثلا ديال زيت ارغان فما غنحتاجوش كميه كبيره باش ندهنوها على الداس ديالنا. اذا نص كاس صغير ديال زيت ارغان، هنا من الاحسن ناخذوا معلقه كبيره ديال زريعه الجزر.
لان فيها التركيز ديال البيتا كاروتين اكثر. ديال معلقه كبيره ديال زريعه الجزر مطحونه. واحد الماده اخرى مهمه جدا للبرونزاج حتى هي اللي هي البرتقال. اذا قشره ديال البرتقال، قشره ديال البرتقاله متوسطه كنقطعوها طريفات صغيورين دي كوب صغار مكعبات صغيره وكنلوحوها في هذا الخليط. المهم بالنسبه لزيت ارغانيلا الى شنو الفائده من اضافه قشور البرتقال؟ فقشور البرتقال فيها التركيز ديال لي تيغ اللي هضرنا عليه، واحد الكولي كيكون طبيعي، واحد النوع من المكونات الكيميائيه، فيها كذلك الفيتامين سي اللي كيكون مركز، وهاد قشور البرتقال كتعطينا داك اللون اللي كيميل واحد شويه للبرتقالي، كيكون خفي، يعني داك الضوغي غادي لورونج، فكيعطي داك اللون زوين باش كيبدل هذيك اللون ديال البشره، وخاصه البشره اللي كتكون بيضاء فكيعطيها واحد اللون جميل. اذا قشره قلنا ديال البرتقاله مقطعه مكعبات. بالنسبه لزيت ارغان الا ما كانش كنعوضوها بزيت نوار الشمس، ويمكن لنا نستعملوا زيت نوار الشمس اللي كتكون للاكل. اذا نعاود الوصفه، 5 ديال الوريقات ديال الحنه، نص كاس صغير ديال زيت ارغان سواء ديال التجمين ولا ديال الاكل ماشي مشكل، او نص كاس صغير ديال زيت نوار الشمس، معلقه كبيره ديال الزريعه ديال الجزر مطحونه. هنايا نديروا الزريعه ديال الجزر. نعم مطحونه غتكون احسن، وقشره ديال البرتقال اللي كتكون مقطعه مكعبات صغيره. هذا الخليط هذا كامل كنحطوه في حمام مريم حتى كيغلى مده ديال نصف ساعه، من بعد كنخليوه 3 ديال الليلات، اذا 3 ايام بقى مرقد 3 ايام، بقى مرقد مزيان 3 ايام، وكنصفيه بواحد الزيف، ما نصفوش بالصفايه باش كنحافظوا على دوك المكونات، ما نحاولوش نقيسوها بالحديد، نقيسوهم بالزيف باش ما يتاكسدوش وباش كيعطيونا واحد الفعاليه كبيره. نصفيهم بواحد الزيف اللي كيكون ديال حياتي او لا كومبريس تيغيل او ديك الفاصمه الطايبه اللي كتكون في الصيدليه، حتى كتخرج لنا غير ديك الزيت بوحده. اذا ديك الزيت كنديروه في واحد القريعه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس وكتكون فيها واحد الرشاشه، راه تبارك الله دابا هادشي راه ولا موجود ولا يعني متوفر، وكنحافظوا عليها فين؟ في الثلاجه. اذا كنحافظوا على الزيت هذه في الثلاجه باش كتحافظ على داك التركيز ديالها، كتبقى ديك لافيكساسيون ديال هذه المواد هذه. وكنستعملوها ككريم كزيت عفوا للبرونزاج، برونزاج سواء في المسبح سواء في البحر، وكذلك حتى السيدات اللي كيبغيو ياخذوا واحد اللون معين في البيت ديالهم. فدابا ولات الدائره ان السيدات، كاين بعض السيدات اللي كيتبرونزاو في السطح ديالهم او في هذه، فهي مهمه جدا. وهذه غادي تكون وصفه اللي جميله وكتعطينا واحد اللون جميل جدا. اذا نعاودوا نذكروا بالمقادير ديال الوصفه، نص كاس ديال زيت ارغان، نعم، او زيت نوار الشمس الا ما توفرش زيت ارغان، نعم، معلقه ديال بذور الجزر، نعم معلقه كبيره ديال بذور الجزر اللي غتكون مطحونه قشره ديال البرتقاله اللي كتقطع مكعبات صغيره، وخمسه ديال الوريقات ديال الحنه، اوراق الحنه اللي يكونوا متوسطين. وهذا الخليط كامل كنحطوه في حمام مريم مده ديال نص ساعه حتى كيطلق مزيان، كنخليوه 3 ديال الليلات يعني 3 جوغ، ومن بعد كنصفيوه بواحد الزيف في واحد القرعه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس وكتكون فيها رشاشه بخاخ، وكنحطوها في الثلاجه، وهي كنستعملوها كزيت يعني البرونزاج باش الانسان ياخذ ذاك اللون. شكرا لك دكتور عماد ميزاب، دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي التداوي بالاعشاب، رئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه. اللي بغى يتواصل معك فعلى الصفحه الرسميه ديالي في فيسبوك جرين فار، رقمي يعني 0661 28 99 78، او على الحساب ديالي انستغرام dr.imadmisab. مرحبا ومرحبا بجميع اسئلتكم. غدا ان شاء الله.